سمحت حديقة حيوان بأوهايو لوسائل الإعلام المحلية كي تصور الدبة القطبية الصغيرة التي ولدت في شهر ديسمبر الماضي. الدبة تزن 27 كيلوغراما وسيتم تسميتها قبل العرض الجماهيري، حيث لم يتم تسميتها حتى الآن. We have to see, you know, how she's acclimating to the pool and feeling very, you know, calm and collected in there and secure. And right now, she loves the pool, but when mom comes in and plays hard and splashes her hard, she runs out of it. الدبة الصغيرة هي جزء من برنامج الحديقة لرعاية الدببة التي تضمن تربية 7 دببة صغار خلال 10 سنوات الماضية. I think a lot of it is our keeper staff. You know, there's a lot of trust between them and the bears, and they know their animals well. جزء من برنامج الحديقة في تربية الدببة هو إرسال صغار الدببة للحدائق الأخرى كسفراء لتغير المناخ في محاولة لحث الناس الذين يزورون الحديقة على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.